السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. لجنة التحقيق في الصفقات العمومية التابعة لمجلس الشيوخ الموريتاني تقول أنها ستبدأ العمل خلال الأيام القادمة. الناطق باسم الحكومة يقول إن لموريتانيا علاقات مع إيران وإن زيارة وزير خارجيتها تأتي في سياق طبيعي. والمحام يقول إن الاتحاد من أجل الجمهورية ليست لديه ايديولوجيا سوى خدمة المواطنين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قالت لجنة التحقيق في الصفقات العمومية التابعة لمجلس الشيوخ الموريتاني أنها ستبدأ العمل خلال الأيام القادمة بعد عيد الفطر المبارك. وأعلنت اللجنة المكونة من رئيس ونائبه ومقرر عام ونائبه أنها حددت خلال الأيام الماضية منهجية عملها والقطاعات التي تستهدف. هذا أول اجتماع للجنة اللي شكل مجلس الشيوخ للتحقيق في صفقات التراضي والصفقات العمومية المشبوهة في السنوات الخمسة الأخيرة طبقا للقرار اللي صوت عليه مجلس الشيوخ. اللجنة في هاي الأيام عدلت اجتماعات، في هاي الاجتماعات شكلت مكتبها وحددت منهجيتها وحددت القطاعات اللي يستهدف التحقيق، وبعد عطلة الفطر المبارك لهي تبدأ العمل الميداني إن شاء الله. شكرا. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين للشيخ إن زيارة وزير الخارجية الإيراني لنواكشوط تعتبر زيارة عادية وتأتي في سياقها الطبيعي، مضيفا أن لموريتانيا علاقات دبلوماسية مع دولة إيران. وأكد للشيخ أن موريتانيا تستقبل أي وزير خارجية لها علاقات دبلوماسية مع بلاده، لكن لا يكون ذلك على حساب علاقاتها ببلدان أخرى. بالنسبة لما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الإيراني، طبعا موريتانيا لها علاقات دبلوماسية مع إيران، كما أن دول الخليج اللي تحدث عنها أغلبها عندها علاقات دبلوماسية مع إيران، وبالتالي أي وزير خارجية إيراني أو من دولة أخرى لها علاقات مع موريتانيا فموريتانيا تستقبله، لكن طبعا ليس على حساب علاقاتها مع الدول الأخرى، لكن كزائر تستقبله وتتباحث معه في شؤون المنطقة والشؤون اللي تهم البلدين، وهي زيارة عادية وفي سياقها الطبيعي ولا تثير أي غضاضة. قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد المحم إن حزبه لا يمتلك من الإيديولوجيات وتوجه إلى خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم. جاء تصريح المحم خلال اختتام عملية إفطار الصيام التي أطلقها الحزب خلال شهر رمضان المبارك بالعاصمة نواكشوط. نتابع تفاصيل في سياق التقرير التالي. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يختتم إفطاراته المتوجة للعملية الرمضانية في نسختها الثالثة بحي الغريق بمقاطعة دار النعيم. الأمين التنفيذي المكلف بالعمل التطوعي بالحزب قدم عرضا عن العملية الرمضانية شرح خلاله مجالات التدخل في هذا العام. لقد تم خلال هذا الشهر الكريم توزيع 12,000 سلة غذائية بمعدل 400 سلة غذائية يوميا، توزيع 30 طن من السمك على مستوى 20 منها في نواكشوط و10 في نواليبو، تنظيم افطارات جماعية في مقاطعات نواكشوط وفي الأقسام الحزبية، والإضافة النوعية مع إضافة للسمك هي القوافل الصحية التي أدخلها الحزب هذه السنة في العملية. منسق العملية الرمضانية على مستوى نواكشوط تحدث خلال كلمته بالمناسبة عن أجواء العمل التطوعي في رمضان وما يكتنف ذلك من أجر وثواب. لقد كانت العملية الرمضانية التي نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية طوال الأيام الرمضانية طوال الأيام الماضية من الشهر الفضيل مدرسة في النضج والبذل والعطاء وتهذيب النفس،
والوقوف مع المحتاجين امتثالا لتعاليم ديننا الإسلامي السمح، وتماشيا مع روح حزبنا السياسية وتوجيهات الرئيس المؤسس بضرورة خدمة الناس والنزول إليهم في مساكنهم. رئيس الحزب الحاكم وخلال كلمته بالمناسبة شكر المشاركين في العملية الرمضانية لهذه السنة، مؤكدا أن لا إيديولوجية توجه الحزب إلا خدمة المواطنين والحرص على مصلحتهم. وراجين هذا هو النموذج اللي يعطوا أطباء حزب الاتحاد مجلس الجمهورية ويعطوا شبابهم ويعطوا نسائهم، وهو النموذج اللي تقدم كوادر الحزب، وانتظل أياديكم ممدودة دائما بالبذل وبالعطاء وبالتضحية، ما حد فما رقاش محتاج لكم، تظل أياديكم ممدودة، وإن ما يوفى على رمضان أمانة العمل التطوعي وكافة الأمانات التنفيذية مطلوبة بأنها تواصل عملها ما بعد رمضان، وإنها تلوذ البل منين فيها رقاش محتاج، وبل منين فيه مريض، وبل منين فيه أمي، وبل منين فيه حد كامل يحتاج لخدماتكم، إنكم تمدوا له أياديكم، وأن نظل دائما كيف تعلمنا من فخامة الرئيس من في خدمة الناس. نحن ما عندنا من الإيديولوجيا ولا عندنا من شيء متقدمين به، ما هو أن نظل في خدمة الناس، ولا عاصمة لنا إلا خدمة الناس، ما خايف من أحد ولا نحبسه ولا نقمعه. هذا وقد حضر حفل اختتام العملية الرمضانية رئيس الحزب الحاكم وعدد من الوزراء وأعضاء بالمكتب التنفيذي والمجلس الوطني للحزب وجمهور من مناضلي ومناضلات الحزب بحي الغريقة. قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني والشروق إن مرتنة قطاع صيد كانت لها انعكاسات إيجابية انحصرت جغرافيا على العاصمة واكشوط على مستوى المنتوج انحصرت على سمك الطازج فيما تضرر منها مصدر هذا السمك. جاء تصريح الشروق خلال تعليقه على بيان تقدم به لمجلس الوزراء حول مقاومات تنمية صيد القري والاستزراع السمكي في موريتانيا. قطاع الصيد اللي نقبوا فيها القرارات النهائية واللي في طار ذاك الهدف الاستراتيجي اللي هو مرتنة القطاع هو تحريم العمالة الأجنبية على مستوى قطاع الصيد، إنه انعكاساته كانت فعلا خالقة، يعني كانت منحصرة على جانب المنطقة، منحصرة على منطقة نواكشوط، وجانب المنتوج منحصرة على المنتوج اللي قال له الطازج، معناها انعكاساته فيما يخص تصدير انحصرت عن تصدير المنتوج الطازج على مستوى نواكشوط، وبالتالي فعلا الضرر منها الهائلين اللي كانوا على مستوى نواكشوط يعدلوا تصدير طازج ديكسبورتاسيون دي فري، وهذا وعالج بطريقه سريعه، يعني انكم تدوروا تعودوا لاحظتوا علن فيما يخص تموين الاسواق المحليه انه ما لاحظ فيه شيء، ما الله قاعد ديك الفتره من نفسها يا اسعار المنتوج الرئيسي اللي يقولوا له كوربين اللي معمل انه الحق 600 و500. تأجيل الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي كان مقررا في 9 من شهر يوليو القادم إلى أجل غير مسمى، ويتزامن التأجيل مع مظاهرات متكررة نظمت المعارضة في العاصمة باماكو تنديدا بتعديل الدستور ودعوة لعدم التصويت عليه. نتابع تفاصيل في سياق التقرير التالي. الحكومة المالية تقرر تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الذي كان مقررا في 9 من شهر يوليو القادم إلى أجل غير مسمى. قال البيان الصادر عن مجلس الوزراء إنه سيتحدد لاحقا دون إعطاء المزيد من التفاصيل بشأن أسباب التأجيل. وكان بعض الفاعلين السياسيين قد دعوا رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا إلى تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور، وقد شرع كيتا في بعض المشاورات بشأن مشروع التعديل الذي صادق عليه البرلمان بأغلبية وسط معارضته من طرف أحزاب المعارضة في البلاد. وينص المشروع المعدل لدستور عام 1992 على استحداث مجلس للشيوخ، ويسمح لرئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضائه وإنشاء محكمة للحسابات. وتنتقد المعارضة مشروع التعديل الدستوري وتعتبر أن الهدف منه توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتدعو لعدم التصويت عليه. وقد خرجت في مظاهرات بالعاصمة باماكو شارك فيها آلاف المواطنين طالبت خلالها بعدم التصويت على مشروع التعديل المرتقب الاستفتاء حوله.
وقد أعلن في باماكو عن تشكيل جبهة للدفاع عن الدستور تضم عضوية عدد من قادة أحزاب المعارضة وبعض الحقوقيين والناشطين بالمجتمع المدني، كما أعلن عن تأسيس حركة طفح الكيل، وهي حركة شبابية تعارض إجراء التعديل الدستوري وترفع مطالب اقتصادية واجتماعية ترى أنها تشكل أولوية الماليين في الوقت الحاضر. ويأتي الاستفتاء المرتقب عاما قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المالية، والتي يرتقب أن يشارك فيها إبراهيم بوبكر كيتا بحثا عن مأمورية ثانية وسط سخط متزايد في أوساط الماليين بالوسط والشمال إزاء سياسته الأمنية. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين الشيخ إن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل قوة مشتركة بمنطقة ساحل كان دون المستوى المطلوب والمتوقع. وأضاف الشيخ أن دول الساحل ستعقد اجتماعا وسيكون على جدول أعمالها دراسة بيان مجلس الأمن الدولي، وكان مجلس الأمن قد صادق على قرار نشر قوة مشتركة إفريقية بمنطقة ساحل لمحاربة الإرهاب بعد أن كانت الولايات المتحدة تعارض نشرها. البيان اللي صدر عن مجلس الأمن حول قوة مكافحة الإرهاب المقترحة دول الساحل الخمس، مجموعة الخمس، طبعا البيان اللي صدر أو القرار اللي صدر طبعا أنه دون المستوى المطلوب كان من عند هذه الدول ودون المستوى المتوقع، وهذه الدول ستجتمع قريبا حول وسيكون من بين جدول أعمالها طبعا الموقف من هذا القرار أو هذا البيان وطريقة التعامل معه، وحينئذ إن شاء الله ستجدون النتيجة والجواب على ذلك. اعتقلت السلطات المغربية ناشطين شدد في حراك الريف المستمر منذ أشهر، كما وجهت استدعاء لعدد من عائلات المعتقلين بالحضور إلى مقر عمالة إقليم الحسيمة شمالي البلاد. واتهم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم أزيد من 20 منظمة حقوقية، اتهم السلطات المغربية بارتكاب انتهاكات حقوقية ضد معتقل الريف. نتابع تفاصيل في سياق التقرير التالي. واصلت السلطات الأمنية حملة اعتقالات بالريف المغربي، حيث اعتقلت نشطاء جدد بسبب احتجاجهم على الأوضاع التي آلت إليها مدينتهم بقرع الأواني ليلة الأربعاء في احتجاج على استمرار الاعتقالات. وأكدت مصادر إعلامية مغربية أنه من بين المعتقلين شابين وجدا في شارع قرب مستشفى محمد الخامس يقرعان الأواني وتم القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية، ولم يتأكد حتى صباح الخميس ما إذا كان تم الإفراج عن المعتقلين أم لا يزالان رهن الاعتقال بمخفر شرطة الحسيمة. وأفاد نشطاء في الحراك أن مجموعة من عائلات المعتقلين وجهت إليها استدعاءات من أجل الحضور إلى مقر عمالة إقليم الحسيمة في أقرب وقت، وتوصلت جل عائلات المعتقلين بهذا الاستدعاء من طرف عامل إقليم الحسيمة بواسطة أعوان السلطة، وذلك بعد حملة الاعتقالات التي لا تزال متواصلة في حق شباب حراك الريف. من جهة أخرى اتهم ائتلاف حقوقي يضم أكثر من 20 منظمة غير حكومية الأربعاء السلطات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال قمع الحركة الاحتجاجية التي تهز منذ أكثر من 7 أشهر شمال المملكة. وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 20 منظمة حقوقية إن الأغلبية الساحقة ممن تعرضوا للاعتقالات هم شباب، وكانت هذه الاعتقالات عشوائية ومرفقة بالعنف، مؤكدا أنه استمع إلى إفادات بالتعليل داخل محافل الشرطة من ضرب وعنف ومعاملة سيئة وتهديد. وأوضح بيان الائتلاف أن تقريره هو ثمرة عمل لجنة تقصي حقائق أرسلها مؤخرا للوقوف على مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ 7 أشهر، حيث تنشط حركة احتجاجية تطالب بتنمية الريف الذي يعتبر المحتجون أنه مهمش ويعاني من سوء الحكامة وضعف التنمية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث تدفق 10,000 المواطنين من مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة إلى باحات المسجد الأقصى المبارك ملتمسين قيام ليلة القدر فيه، بينما حولت قوات الاحتلال أرجاء الأقصى إلى ثكنة عسكرية معلنة ما سمته فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بهدف منع الشبان الفلسطينيين من الإخلال بالنظام. التفاصيل في التقرير التالي.
تنادى عشرات آلاف المواطنين من مناطق مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إحياء ليلة القدر التي اعتادوا تحريها ليلة 27 بالقيام والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، فيما منعت قوات الاحتلال منهم تحت سن 40 من مواطني الضفة الغربية دخول مدينة القدس. وقالت مصادر إعلامية بالمسجد الأقصى إن أكثر من 270 ألف مصل أحيوا الليلة متحدين بذلك الإجراءات الصهيونية التي عرقلت وصول عشرات الآلاف. وكانت الشرطة الصهيونية قد أعلنت أنها فرضت قيودا على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر بادعاء اعتزام شبان الإخلال بالنظام. كما أغلق الاحتلال شوارع معينة أمام حركة السير خلال تدفق المواطنين والمصلين إلى المسجد الأقصى من مختلف المناطق. وحول الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشرت مع ساعات الصباح أسراب عناصر الشرطة وأفراد الوحدات الخاصة في جميع مناطق شرق القدس لا سيما في البلدة القديمة، زاعمة أن هذا يأتي للحفاظ على النظام العام والأمن ولتنظيم وتوجيه حركة السير والمرور. وفي السياق، دعت شخصيات دينية ومؤسسات عدة من بينها الأقصى للوقف والتراث جميع الفلسطينيين إلى إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة التي ألف العرف الشعبي اعتبارها ليلة 27 من شهر رمضان المبارك. وقد انطلقت الحافلات والمركبات من كل البلدات والمواقع في أوقات مختلفة، حيث بدا واضحا حجم التوجه الكبير للمشاركة في الاعتكاف وحتى ممن لم يتمكنوا من الحصول على تصاريح للوصول للأقصى. وكان أئمة ودعاة قد دعوا الناس للتوجه للأقصى والاعتكاف فيه، مشيرين إلى أن من لم يتمكن من الدخول من خلال معبر قلنديا وأعاده الاحتلال فله أجر الاعتكاف في الأقصى. عبر حلف شمال الأطلس ناتو عن استعداده للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، مشيدا بسيطرة حكومة الوفاق الوطني والأجهزة الأمنية على الأوضاع في العاصمة طرابلس. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الأمين العام لحلف شمال الأطلس ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليبيا. نتابع. جدد أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستلتنبرغ الخميس استعداده المساهمة في إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، مؤكدا دعم حكومة الوفاق خصوصا في قطاعي الدفاع والأمن. جاءت تصريحاته ستلتنبرغ خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج والوفد المرافق له بمقر الحلف في بروكسل على هامش أعمال المؤتمر رفيع المستوى لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة الهجرة الذي افتتح بالعاصمة البلجيكية وفقا لصفحة حكومة الوفاق بموقع فيسبوك. وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي إنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، مشيدا بالتطورات الأمنية الإيجابية وسيطرة حكومة الوفاق والأجهزة الأمنية على الأوضاع في العاصمة طرابلس. من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف شمال الأطلسي بما يسهم في رفع قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية التي تواجه تحديات الإرهاب والهجرة غير القانونية. وقال نأمل أن يسهم التعاون مع الحلف في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا. وكان السراج ناقش مع رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات المطالب المتعلقة بتدريب جهاز خفر السواحل وسبل مكافحة تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية. كما التقى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني وبحث معه تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود خصوصا الجنوبية. وكانت القمة الأوروبية حول الهجرة قد أوصت بتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور من أجل وقف ضغط الهجرة على أراضي ليبيا والدول المجاورة الأخرى لحدودها وتعطيل نماذج أعمال مهربي البشر وجعل المتاجرين هدفا رئيسيا عن طريق تحسين مراقبة الاتجار بالمعدات التي يستخدمها المهربون والمتاجرون. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. لجنة التحقيق في الصفقات العمومية التابعة لمجلس الشيوخ الموريتاني تقول لها ستبدأ العمل خلال الأيام القادمة. الناطق باسم الحكومة يقول إن لموريتانيا علاقات مع إيران وإن زيارة وزير خارجيتها تأتي في سياق طبيعي. والمحم يقول إن الاتحاد من أجل الجمهورية ليست لديه إيديولوجية سوى خدمة المواطنين.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 11 تتابعون نشرة إخبارية مفصلة بحول الله، وفي 11:30 تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد تناقش موضوع رؤية المجلس الأعلى للشباب الواقعي وتحديات شباب الموريتاني. السلام عليكم.